معي للحديث عن الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي الكاتب الصحفي علاء الغطريفي. الكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس تحرير وكاتب متخصص في الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الصحافة والإعلام. تولى الغطريفي رئاسة تحرير جريدة المصري اليوم في أكتوبر عام 2023، وشغل قبلها منصب رئيس التحرير التنفيذي في مجموعة أونا للصحافة والإعلام. اختير علاء الغطريفي مستشارا لمنتدى إعلام مصر، كما عمل لفترة كخبير في المحتوى الرقمي والصحافة الاستقصائية، ويهتم بصفة خاصة بدراسة الطرق الحديثة لتطوير المؤسسات الإعلامية. شارك الغطريفي في إطلاق العديد من القنوات والبرامج المصرية، وعمل محاضرا لطلبة الدراسات العليا في كلية الإعلام بجامعة القاهرة.